هنا في مصر، حيث الأهرامات والآثار العريقة الشاهد على عبقرية البشرية على مدى الألفيات، نرى أن رسالتنا هي منع حصول كارثة مناخية والاستفادة من فرصة إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة. هذا ضروري لحاضرنا ومستقبلنا وفي كتب التاريخ. وفقاً لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، فالسنوات الثمانية الأخيرة كانت الأحر في العالم. في الولايات المتحدة نرى جفافا تاريخيا وحرائق في الغرب وأعاصير وعواصف مدمرة في الشرق. وهنا في أفريقيا، حيث نرى الكثير من أمم العالم الأكثر تضررا من تغير المناخ وتعرضا لانعدام الأمن الغذائي والجوع، نرى هذه الظواهر تلي الجفاف الشديد في قرن أفريقيا منذ 4 سنوات. وفي نهر النيجر في غرب أفريقيا نرى العيث بالحياة التي يعيشها الصيادون والمزارعون. في نيجيريا أكثر من 600 شخص قتل بالفيضانات ومليون وثلاثمائة ألف هجروا. ومسارات هجرة المواشي تتغير بعد مئات السنين وتعرض للخطر الرعاة والمزارعين. إن تغير المناخ مهم من أجل الأمن البشري والأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن القومي وحياة كوكبنا. فاليوم أود أن أحدثكم عما تفعله الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة المناخية بحزم وعزيمة.